سوق على مهلك سوق بكرة الدنيا تروق، ده شعار آخر فقرة معانا، لأن فقرة الرواقة هتتكلم عن السواقة. أهلا بيكم وفي مرة تانية، والنهاردة الفقرة دي مخصوص لأي حد لسه جاي بعربية جديدة وعايز يتعلم السواقة، لازم يتابع فقرة السواقة رواقة، عشان هيبقى معانا النهاردة ضيف مميز جدا ومتميز وهيفيدنا كتير في المنطقة دي أو في النقطة دي، وهو مدرب السواقة المتميز أستاذ أحمد حلاوة، اللي هيقول لنا النهاردة بعض النقاط المهمة بخصوص تعلم السواقة. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. أهلا بيك. يعني للأسف كتير جدا بتحصل حوادث في موضوع العربيات، لان الناس اللي بتسوق نفسها عندها بعض المشاكل، ودي اللي حابين نعرف النهارده ايه سبب الحوادث دي. هو بترجع لعدم الانتباه بتاعه، لانه دايما كل اللي بيبقى ماشي بيبقى في ناس بتتكلم في موبايل، في بيبقى بياكل حاجه وهو ماشي، فدي من الاسباب اللي هي بتعمل حوادث كتير على الطريق، وفي كمان مش بيراعي المسافة بينه وبين اللي قدامه، فبيحصل الحوادث وهو بيقف طبعا مش بيسيب المسافة اللي هي الأمان الطبيعية. المسافة الطبيعية قد إيه؟ المسافة الطبيعية بتبقى يعني بيقدرها بعينيه، إن هو بيبقى دايما شايف العربية اللي قدامه ومش بيقرب منها، إن في ناس كتير بتفضل تقرب المسافات قوي ومفكر إن هو كده عشان محدش يجي يعدي قدامه. أيوة. فالموضوع ده بيبقى خطر جدا، يعني بيبقى خطر جدا على قائد المركبة بتاعته، إن هو مش بيسيب المسافة الأمان، فبيبدأ التاني اللي قدامه طبعا بيجي يقف في إشارة أو بيقف في حاجة، فبيبقى المسافة قريبة. أول ما بيدوس فرامل مع السرعة اللي هو ماشي عليها تمام، والتاني وقف، فما بيبقاش ما بيلحقش. أوه. تمام. وبالذات يعني بالاخص الناس اللي هي بتبقى لسه جديده، الناس الجديده دايما بتبقى لسه مش بيتلخبط، بيبقى لسه عنده توتر تمام، فبيبقى هي المسافه دي اللي كمان بتديله حته الامان اكتر. بيبقى دايما اللي ماشي بيبقى ماشي دايما بهادي وسايب المسافه دي، فبتبقى بالنسبه له كده امان كويس جدا. طيب بما اننا ما بنتكلم عن الحذر في السواقه وان احنا نخلي بالنا، في بعض الاحصائيات والتقارير اللي بتقول ان السيدات او النساء اكثر حذرا من الرجاله او الرجاله. هو السيدات بتبقى عندها الخوف زايد شويه، يعني بتلاقي الراجل يعني ايه يعني قلبه بيبقى اقوى شويه. طب الخوف دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ يعني هو الخوف في السواقه كويس. أوه. ليه بقى؟ هتبدا هي تسيب مسافه الامان الكويسه. حتى لما بيجي لي حد بيجي يتدرب معايا، بلاقي دايما الست بتبقى ملاحظه ان هي دايما عايزه تبقى تسيب مسافه كويسه، فعايزه تبقى دايما قلقانه، فدايما خايفه. فانا بكسر معاها حته الخوف، بقول لها لا ما تخافيش، انت سيبي مسافه الامان. ايه اللي يخوفك؟ ما انت اللي خوفك ان انا هبقى ماشي مش هيفهم ماشي سرحان. احنا تقريبا معانا فيديو سواقه للسيده يعني متدربه مع حضرتك. بالظبط. ممكن نعرضه واحنا بنتكلم يا شباب لو سمحتوا؟ اتفضلي نشوفوه مع بعض. تمام. فدايما هي بتبقى دايما لما بتيجي معايا تتدرب، اي حد بيجي يتدرب حتى من السيدات او من الرجاله، بقول له خلي بالك انت طول ما انت الان يعني انت مش هتبص قدامك، بس هي تحسها مبسوطه يعني. هي يعني لا هي كده خلاص اخر حاجه اتعلمت بقى خلاص. لا لا بالعكس، ده هي في الحصه كانت الحصه الثالثه ليه. كنت بتعلمها ايه في الفيديو ده؟ قبل هي عشان كانت حته المسافه اللي قدامها، وتقدر تقدر عرض العربيه كمان اللي هي راكباها قد ايه، فبتبدا تتعود ايه تمشي في وسط العربيات. حتى انا ببدا امشيها في وسط الزحمه، وبرده قبل ما اطلعها اساسا بقعد معاها افهمها ان انت ما تقعديش تبصي تحت رجلك، الحاجه الدواسات اللي تحت رجلك انت خلاص عرفتي كل دواسه عليها. لا هي انت خلاص عرفتي كل دواسه ليها نظام. لما بقعد اعرفها النظام بتاع كل دواسه خلاص بتبدا تتعامل من غير ما تبص تحت. طب امتى؟ حتى في حتى في الغيارات بتاعتها بقول لها ما تبصيش تحت، لان مش هتشوفي حاجه. هو الموضوع كله احساس. أيوة. مجرد ما انا حسيت بالدبرياج بتاع العربيه، حسيت بالفرامل، حسيت بالبنزين، خلاص. هي اهم حاجه حته الاحساس، في اللي يسوق بيبقى دايما الاحساس عنده بيبقى عالي شويه تمام، وهادي، ما يبقاش عصبي، ما يبقاش متوتر. التوتر ممكن يخلي يشل العقل عنده،
فدايما بيبقى ايه حته التوتر دي. حضرتك قلت ان دي كانت ثالث حصه ليها تقريبا. ثالث حصه ليها. فانت مشيتها مع يعني مع العربيات اللي حواليها وكده من ثالث حصه. على اي اساس بتنزلها في وسط الناس من ثالث حصه؟ يعني هل في امكانيات معينه بتعرفها؟ في شخص بيساعدني ان هو عشان خاطر تركيزه وعشان خاطر ان هو برضو بيبقى يعني ايه يعني بيبقى مطيع بيسمع للمعلومه وبينفذها. في واحد بقى بيسمع للمعلومه وبيحاول يجيب معلومه هو من عنده. يعني بيحاول يطبق حاجه تانية او بيحاول يتعامل مع الشارع بشكل تاني. فده ده ده اللي بيبقى ده بيبقى متعب شويه. لكن في يعني مش كل السيدات بتبقى يعني مش كل الناس بيبتدوا يمشوا معاك في موضوع ان هم وسط العربيات دي. لا من ثالث حصه. بالظبط. مش كله. هو بيساعدني تركيزه بس هي فاهم اكتر من الحفظ. لازم يبقى فاهم هو بيعمل ايه. لا حرصه يبقى حريص. يبقى حريص. تمام. هو حريص مع عدم حته بقى اللي هو ايه بيسيب المسافه اللي هي الامان بتاعته. دي بتخليه يمشي كويس وبيساعدني ان انا اخده بقى اطلعه في حته زحمه بمشيه في وسط العربيات بيبدا خلاص بيتعامل في وسطيهم. طيب يعني قبل ما نقفل بقى ادينا بس نقاط كده لاي حد لسه بيتعلم سواقه جديده. حاجات كده يخلي باله منها. اسرار للسواقه. اولا اللي بيتعلم سواقه حتى لو خد كورس وخلص مش معنى كده ان هو خلاص يبدا يجري في الطريق ويبدا يتجاوز السرعه لان احنا كلنا بنقع فيها. تمام. في الشارع طبعا اغلب الحوادث بتبقى اغلبها بسبب السرعه. الناس كله مستعجل وبرده حته ان هو ماسكه الطاره بتاعه القياده ليها عامل كبير. تمام. في ناس بتستهزأ بيها يقول لك ما هي العربيه ماشيه خلاص فعادي انا بلمس الطاره بحاجه بايد واحده. لا كل لمسه كل ماسك في الطاره دي لها ماسك معين. ماسكه الطاره دي بيبقى يا 9.5 يعني زي عقارب الساعه. هي الساعه بتبقى يا 9.5 اللي هو الوضع اللي هو السليم كده يا اما 10 و10 اللي هو الايه الوضع اللي هو بيبقى ماسك الطاره برضو ايه جامد جدا. ان في مخاطر كمان بيقع فيها لان في حاجات هو لو يعرفها هو يمسك الطاره كويس جدا لان ممكن وانا ماشي في الطريق بيحصل ان فرد الكاوتش بتضرب مره واحده بتحصل ان اي حاجه ممكن. طب ولو ده حصل؟ لو ده حصل ان فرد الكاوتش ما ينفعش يدوس فرامل. دي الامان لكل الناس حتى اللي بتسوق حاليا بتبقى دايما في حاجات فايتاهم. في ناس بتاخد كورسات وبتمشي ما بتعرفش الحته دي. طب يعمل ايه بقى؟ يعني هو مش هيدوس فرامل؟ ما ينفعش يدوس فرامل خالص. بيبدا يهدي. هي العربيه كده كده الكاوتش بيبقى على الارض. فبتبدا التقل العربيه بقى بيزيد. فبتقف باسرع وقت. تمام. فهو ما يحاولش يدوس فرامل لو قدر الله داس فرامل ممكن لو هو على سرعه عاليه شويه ممكن تقلب العربيه. فهو بيعرض نفسه وحياته وحياه اللي معاه كمان للخطر. فدايما يبقى يخلي باله من النقطه دي. طب معلش يعني عشان خلاص فاضل يعتبر دقيقه على الختام. عايزه حاجه مهمه جدا لكل السيدات عندهم مشكله فيها. الركنه دي ازمه. هو بالنسبه للركنه في نقط كل مدرب عليه ان هو يبدا يفهمها للشخص اللي معاه. تمام. اللي هي بيبدا في نقط اللي هي المسافات وازاي تقدر المسافه بين الركنه بين عربيتين وكده. وتقف جنب العربيه في الاول وبعد كده بتبدا تسيب مسافه حوالي نص متر بينها وبين العربيه اللي هي جنبها اللي واقفه جنبها. وبعد كده بتبدا ترجع بالعربيه لورا وبتبدا تبص في المرايه اللي هي الشمال. تمام. فبتشوف وش العربيه اللي هي وراها. تمام. وبتخلي الفانوس اللي هو في زاويه الرصيف بتاع العربيه اللي ورا اللي ناحيه الرصيف بيبقى على استقامه العربيه. وبتبدا تعدل العجل وترجع زي ما هي لغايه اما تشوف في الجنب اليمين في المرايه اليمين بتشوف مسافه الرصيف قد ايه. وبعد كده بتقدرها وبعد كده تكسر كل العجل الجنب التاني فبترجع بقى من مره واحده من غير ما تتعب نفسها. بشكرك جدا كابتن احمد حلاوه مدرب سواقه السيارات المتالق. بشكرك جدا. كانت حلقه مميزه وفقره بصراحه اكيد كل الشعب المصري بيستناها. الموضوع بتاع سواقه السيارات مش محتاج اي حاجه غير شويه حرص وان احنا نفهم ونركز في كل تفصيله. السواقه رواقه. دي كانت اخر فقره معانا النهارده في برنامج كلام في كلام. كان معاكم ندى علاء وطبعا في الفقرات اللي فاتت خالد عبد الناصر واشجان لحيلي. بشكركم جدا. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. اشوفكم في حلقه جديده من برنامج كلام في كلام.